هذه رسالة يسأل فيها السائل عن الربح، وهل هناك حد أعلى معين للربح في بيع أي سلعة، أم أنه يجوز للبائع أن يبيع سلعته بأي ثمن بغض النظر عن كثرة الربح أو قلته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الربح الذي يخضع للسوق كما يساوي في السوق، والربح هذا نتيجة لغلاء السعر أو لكونه مؤجلا، لأن البيع المؤجل يختلف عن البيع الحال. فإذا كان الربح له سبب مباح من غلاء السلعة في الأسواق أو لكون البيع مؤجلا فلا بأس بذلك. وأما إذا كان الربح بسبب مفتعل أو بسبب خديعة أو كذب فهذا لا يجوز. الحاصل أن الربح فيه تفصيل، إذا كان بسبب مباح فهو مباح، وإذا كان بسبب محرم كالكذب والخديعة والغش وغير ذلك فهذا محرم. نعم. بارك الله فيكم.